المشاهدين أهلا وسهلا فيكم. وصفة مميزة من مطبخ منى للعالم والروابي. وصفتنا اليوم حتكون بطاطس بيوري محشية بالخضروات، مفيدة ولذيذة جدا. نشوف مع بعض خطوتنا الأولى. هحتاج كمية من البطاطس، حوالي 10 حبات من البطاطس المتوسطة، ممكن أصغر أكبر على حسب رغبتكم وعلى حسب حجم البطاطس اللي حابين تستعملوه. طبعاً حسلق البطاطس في الأول، بغسلها كويس، وبعد هيك في إناء واسع هحطها بهذا الشكل وأغمرها بالمي. وممكن أضيف لها قليل من الملح، الملح بيساعد على نضج البطاطس وبنفس الوقت بيعطيها نكهة طيبة. حسيبها لغاية ما تستوي، وبعد هيك أعزائي خطوتنا التالية كتير بسيطة. حبتدي أهرس البطاطس، ويفضل أني أهرسها وهي سخنة، وأثناء الهرس حضيف لها المنتج اللي حيعطيها القوام اللطيف جدا. حضيف حوالي 1 كوب من حليب الروابي. حليب الروابي اللي عم بستعمله معزز بفيتامين د، فبالتالي أنا عم بضيف قيمة غذائية أكثر للوصفة اللي عم بقدم لكم إياها. هحتاج 1 كوب، وأبتدي أعزائي أهرس البطاطس. يفضل أني أهرس البطاطس وهي دافية شوي، بيصير سهل علي أني أنا أضغط عليها وبتخرج في منتهى السهولة. أعزائي بعد ما هرست البطاطس بهذا الشكل، حضف لها مقدار الملح طبعا على حسب ما تتذوقوه، وحضيف حليب الروابي، وحضيف 2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة، أو إذا حبيتوا ممكن تستعملوا زبدة مذابة. وهالمكونات تقلبها مع بعض. لاحظوا كيف البطاطس هشة وخفيفة، وخصوصاً بعد إضافة الحليب بيطلع عندي نشا البطاطس وبيعطيني قوام كتير لطيف. هخلي هذا الخليط على جنب وأبتدي أعزائي أجهز الحشوة. أعزائي لتجهيز الحشوة هسخن 2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة، وحبتدي أضيف البصل الثوم، وقلب هالمكونات لغاية بس ما تأخذ نكهة طيبة. البصل يتشبع بنكهة الثوم. وحبتدي هلأ أضيف البهارات اللي أنا عم بستعملها. حضيف الهيل، كمون، الكركم، البابريكا، أو إذا بدكم إياها مشططة وبتحرق ممكن طبعاً نضيف شوية فلفل باودر، الملح والفلفل الأسود. ونقلب كل هالمكونات مع بعض برضو لتكتسب نكهة البصل، الثوم، بالبهارات. حضيف أعزائي كمية من الخضروات المشكلة، ممكن أستعمل الخضروات الفروزر مباشرة من الفريزر إذا حبيتوا، أو إذا جهزتوا أنتوا خضروات فريش إذا عندكم هذا الاختيار ممكن. وممكن تعملوها بنوع واحد من الخضروات كنوع من التغيير. أعزائي الحشوة عندي أصبحت جاهزة، ونبتدي نجهز طبق الفرن. هحتاج طبق فرن يبقى كبير شوي أو متوسط الحجم عشان أقدر أشتغل فيه براحتي وأحط فيه طبعاً البطاطس. هبتدي
أمسحه بطبقة خفيفة من الزيت، حوزع الزيت بهذا الشكل، حوزع في قاع الطبق كمية بسيطة من البقسماط. البقسماط بضيفه هون بيساعد على عدم التصاق البيوري في الطبق، حخليه على جنب. وأبتدي أعزائي أحط حوالي نصف كمية البيوري وأفردها على شكل طبقة بهالطريقة، تغطي قاع الطبق لتوصل على كل الجوانب بهذا الشكل. حوزع فوقها الخضروات ريحة الخضار مع البهارات بتشهي، حوزعها بهالطريقة. وحبتدي أعزائي أحط بقية البطاطس على سطح الخضروات. بحطها على شكل كميات بسيطة هيك جنب بعضها. وبعد هيك ممكن أستعمل سباتولا شوي صغيرة وأبتدي شوي شوي أحاول أغطي الخضروات، لأنه البطاطس عندي بتبقى كتير سوفت، فبدي أكون مرنة شوي شوي في توزيعها. نلاحظ نوزعها بالتدريج عشان أتأكد إنها كلها عم توصل عندي على الجوانب بشكل ممتاز. هلا أعزائي اللمسة الأخيرة اللي أنا حابة أضيفها، حاعطي طعم ولون للبطاطس البيوريه بإضافة رشة من البقسماط على سطح البطاطس قبل ما أدخلها الفرن. خلينا نشوف الطريقة، بعد هيك بدخلها الفرن لغاية ما تأخذ لون ذهبي لطيف وتستمتعوا بأطيب طعم.